سعود، أبي أسألك سؤال بس أبيك تقولي صدق. أنا أختك، قولي صدق. سيلي، ما أدري يعني أنا أحس إنك أنت مو مقتنع برقية، ما أدري شلون. رقية خوش بنية وأنا ما أبي أظلمها معي، وهي ما عليها قاصر. يعني اللي فهمته من كلامك إنك أنت ما تبيها، مو مقتنع فيها. سعد، ترى رقية خوش بنية، وبعدين ياما ناس تزوجها ولا علاقة حب ولا معرفة ولا شيء، زواج أهل وكانوا عايشين حياتهم ومعيلين وعلاقتهم ناجحة. وافشلوا صح. أنا عندي أخت أحبها، ما أرضى واحد يتزوجها ويظلمها، علشان كذي أنا أخاف الله، ما أبي أظلم رقية. الله يكتب لي فيها الخير. تخاف علي ها؟ لا لا تحاتي، متفقين احنا على كل شيء. باشر بمرها ونروح المطار دايركت، بس نوصل هناك حاجز لها كروز بنفتر اوروبا كلها. ان شاء الله، ليش لا؟ ان شاء الله تستمتعون. بالعكس انا اتمنى لكم كل خير يا رب. ان شاء الله دائما اشوفك سعيد. امين ان شاء الله. لا فوز في ساكته، ليش ما شاركينا الكلام؟ ايش تبين اقول لك؟ سلمى فيها الخير والبركه، قايمه بالواجب وزياده، ما اظن محتاج الكلام ودعواتي بعد من اليوم رايح. اقول محمد مالك شغل فيها، هذه حكوة سنع ما تعرف تقولها. خلاص خف علينا ابو سنع. شو تبين اشتري لك؟ قولي لي بس. محمد، المباحث القوا القبض على احلام. ساكتين يعني. ما تبي تتكلمين؟ كل شيء ضدك يا احلام، كل شيء ضدك، حتى شهادة الشهود. انت شلون طوعت قلبك؟ ما فكرتي فينا احنا؟ ما فكرتي بخواتك اللي قاعدين بالبيت؟ سواد الوي اللي سويتيه شلون سويتيه؟ صدقني صدقني محمد، انا 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 مو بروحي اصلا، عندي شركاء. انا شريكي ابو خالد وليد بدر، رجل الاعمال المعروف. صدقني مو بروحي. وليد بدر هذا واحد من مصادرهم يا غبيه. يكون بعلمك أنا أعرف كل شيء، ولا تتوقعين أنا ما أدري إيش قاعدة تسوين أو حتى بشنو تفكرين. تبين أثبت لك هالشيء؟ أنت حالياً بأزمة، وعقب ما اتفقتي مع الجماعة بروما وغبطتي توهكتي لأن مو عارفة تدخلين بضاحتك.